صباح الخير. وقد عادت الحياة إلى الشمال، وبدنا نمارس هوايتنا الطبيعية في إعداد الفطور الفلسطيني بامتياز. روح ولعت. أي الشغل؟ صباح الخير يا غير كل البلدان يا فلسطين، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير يا غير كل البلدان، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير. وانت القرادة فلفل؟ انت عامل زبدية فلفل عليها شوية فول على فكرة. لا يا غالي قلت الغزاز ومش طبيعي في الفلفل يا عم قليل لقب يا بلد لقب. انت بتقول انه البيض بنحط على الزيت وهو بارد، هو بارد وانت هو بارد. انا بقول بارد مش بارد، بارد مش بارد مقدار شويه. لا بنحط سخن، لا بلوش، لا والله ما بنقي وما انا عارف ما نجيب الفكره.